حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس بالمسيلة خلال لقاء نشطه السلطات المحلية للتحلي بالنزاهة قبل الانتخابات التشريعية تماشيا مع قرارات رئيس الجمهورية الداعمة لنزاهة الانتخابات. التغطية كانت لسفيان قوادري. كان إرادة سياسية تمنع التصوير، ولذلك احنا دائما ندعي بأن على كل المسؤولين في الدولة أن يشرفوا وعد السيد رئيس الجمهورية، لأن لو كان هما يغدروا بالوعد تاع السيد رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية معناها يسمى يعني داروا له مشكل كبير ليه حتى في مساره الشخصي. فلذلك عالم كل مؤسسة الدولة أن تلتزم بوعد السيد رئيس الجمهورية. وعد السيد رئيس الجمهورية مطمئن، وتعرف لما تكون عندك تجربة لما تسمع تعرف النبرة، يعني تقدر تعرف يعني هل كاين صح يعني إرادة ولا لا.